آخر حقق فريق النصر للسيدات لكرة القدم فوزا عريضا على فريق سما للسيدات ب 18 هدف دون مقابل في المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري الممتاز للسيدات. هذه هي النسخة الأولى للدوري السعودي الممتاز للسيدات، وستشهد الجولة الأولى 4 مباريات بين الأندية المحترفة المشاركة أيضا. كل التوفيق لبناتنا والف مبروك للنصراويات. 18 هدف ما شاء الله تبارك الله، 18 هدف. انا احس انه يعني واحده ورا واحده، واحده ورا واحده، واحده ورا واحده، يعني ما عطوا الفريق الثاني حتى فرصه يتنفس او ياخذ مجاله. ولا برافو عليهم، كفو. هذا يعني يقول لك اول ما شطح نطح. برافو عليهم. طب خليني